شيخنا، يعني نصيحة للشباب والطلبة العلم، كيف يتحصنون تجاه هذه الشبهات وما هي عدتهم للرد على ذلك؟ بقول لكل شبابنا ورجالنا ونسائنا، استغلوا الكنز، عندكم كنز فعلا هو العلوم الشرعية على منهج أهل السنة. عشان كده بنقول عايزين نقاوم بالعلم. الدين مسألة مسألة، نتعلم الدين مسألة مسألة، نتعلم القرآن آية آية، الحديث آية حديثا حديثا شرحا، نتعلم الفقه، نتعلم التوحيد. كل مسألة لازم نحفظها ونعرفها ونتعلمها ونشوف، لأن إذا ما تعلمتش يبقى أي واحد هيحشي أي كلام. أنتم مش شايفين كمية الشبهات اللي بتعرض ده خلال رمضان فقط؟ الجنة ممكن، النار ممكن تتلغى، الكفار كلهم هيخشوا الجنة ممكن، وحد هيعرضه؟ أبو لهب كمان، ده بيخلوا ناس تكذب القرآن، سيصلى نارا ذات لهب. عشان كده بقول لازم نتعلم القرآن آية آية. اللي هيجهل، اللي هيبقى اللي مش عايز يتعلم، اللي مستثقل التعلم، هيترتب على ذلك ان هو يكون مرتع للشبهات. احنا لازم نتعلم القرآن والسنة والعقيدة اللي هي الإيمان ونتعلمه. وبقول لازم نتعلم التهذيب، الإصلاح، النفوس، أعمال القلوب، الأخلاق، الحاجات دي كلها لها مناهج محددة. لابد ان احنا نهتم جدا بالعلم ونهتم بالعمل ونهتم بالدعوة، عشان الناس بتسمع كل يوم شبهات متعلقة بالشهوات هتخش على طول. هو ينفع اقول زميلتي وحشتيني بحبك، ابوها عارف؟ خلاص مفيش حاجة، متبوسهاش، بس مسكت في ايدها ماشي، انت كلمتها ومشيت معاها ولمستها، وكل الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه: العين زينها النظر، والأذن زينها السمع، واللسان زينه الكلام، والفم زينه القول. دي الوحيدة اللي استثنتها، مش معنى الباقي جوزته عشان أبوها عارف. طب لو أبوها عارف إنه بتقبلها ما عندوش مانع، هتعمل إيه؟ والرجل زينها المشي، واليد زينها البطش، يعني اللمس. كل ده، والفرج، والقلب يهوى يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كأن الناس بيقرب البنزين من النار وبعدين يقول له ما فيش مشكلة، فهنعمل إيه؟ لازم نتعلم. في كتب موجودة لكل أنواع العلوم الأساسية اللي هي الست علوم اللي احنا قلنا عليهم، وبعد ذلك اتعلم العلوم الخادمة لها، زي مصطلح الحديث، اللغة العربية، علم الأصول الفقه، خصوصا على منهج الرسالة، بعيدا عن علم الكلام وقواعد علم الكلام اللي متاخدة من المنطق. تدرس العلوم الخادمة المعينة حتى يتأصل لديك منهج الإسلام كامل، وبإذن الله وننشر هذا في الناس، وندعو الناس إلى ذلك، ونعلمهم الدين، ونجيب صحابنا ونجيب إخواننا حتى نتعلم الدين. ما يبقاش فيه هجران لدروس الكتاب والسنة، ما يبقاش فيه إعراض عنها، مشغولين بقى فقط بالوعاظ. الوعاظ بيقولوا كلام حلو، تيجي تقول له أنه انحرف في مسألة فلانية يقول لك إزاي تكلم عليه، إزاي بيقول كده، ولأنك حبيته. فأنت لابد أن يكون عندك منهج متكامل في العلوم الأساسية التي لابد منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضى. وقل قولي هذا وسلم. هجيب أجاوب سريعا كده، بيقول: هل من الممكن يكون ظهور تكوين في هذا الوقت إشغال الناس عن غزة؟ غزة فرض نفسها رغما عن أي حد، لكن الموضوع عويص يعني، ولا مانع ان يكون دينيتهم فعلا مش محتم، مش بعيد. بس انا شايف ان غزة مش ممكن، يعني وفلسطين كلها والمسجد الاقصى صعب انه يتنسى من الامة. صحة تسمية منكر السنة بالقرآنيين رغم شيوعها وهي نسبة شريفة، اليس الصواب ان يسموا زنادقة؟ هو ده الذين هادوا، ينفع نسميهم كده الذين هادوا لغاية النهاردة؟ ليه يا جماعة؟ ربنا ذكرهم في القرآن، يعني هذا الأمر هم قالوا ذلك، يعني هم مش لازم تكون أصل الكلمة هم يطبقوها. هم أصل الكلمة هدنا إليك التي قالها سيدنا موسى، ومع ذلك لم يعد اليهود الذين هادوا أولا
لم يعودوا لم يعودوا الآن كذلك، لكن هم يسمون نفسهم يهودا. فالقضية إذن قضية إن أنا ممكن أستعمل اللفظ في ادعاء صاحبه له، لا في إثبات التسمية، لا في إثبات صحة الانتساب. قولهم إن أعظم يوم جاء هو يوم سقوط الخلافة الإسلامية، ده أمانيهم بلا شك، عايزين يهدموا الدين لأن المسلمين يتفرقوا في الأرض. وهو عندنا من أصعب الأيام يوم أن سقطت الخلافة اسما بعد أن سقطت حقيقة قبلها بنحو القرنين من الزمان. وإن شاء الله ستعود قطعا هذا عقيدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون خلافة على منهج النبوة. أقول قولي هذا، نستغفر.